Thank you all for joining us today. نشكركم والشكر موصول لكم لانضمامكم معنا اليوم لحضور هذا الاجتماع رفيع المستوى لمنتدى مصر رومانيا للأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يشرفنا الترحيب بصاحب المعالي السيد نيكولا يونلتشوكا رئيس وزراء رومانيا، حيث أن هذه الزيارة الهامة تعكس العلاقة السياسية القوية بين البلدين، ومن شأنها أن تسهم إسهاما كبيرا في دفع التعاون الاقتصادي والاستثمار بين مصر ورومانيا. الضيوف الكرام، إن مصر ورومانيا ارتبطوا بعلاقات وروابط قوية لأكثر من 100 عام، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقة بين البلدين وتوثقت في أكثر المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومؤخرا فقد أخذت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين تلك العلاقات الثنائية لمستوى رائع من التعاون. السيدة والسادة، اسمحوا لي أولا أن أدعو صاحب المعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency Mr. Nikolai Chuka, Prime Minister of the Republic of Romania, رئيس وزراء جمهورية رومانيا، السادة الضيوف الكرام، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي في تشرفي بمصاحبة السيد رئيس الوزراء تشوكا في هذا المنتدى الهام، وأود أن أشكر مجلس الأعمال المصري الروماني لتنظيم هذا الحدث وهذا المنتدى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استضافة هذا الحدث. إنه أيضا سعادة كبيرة وبالغة لي أن أرحب بكل ممثلي الشركات المصرية والرومانية، ونؤكد اهتمامنا العميق والعمل نحو تطوير العميق للعلاقات بين بلدينا وزيادة التجارة والاستثمار والعلاقات التجارية والاستثمارية بين رومانيا وعلى مستوى عالي. وأيضا بالنسبة للعلاقات المصرية الرومانية، فأود أن أقول أنها قوية وتاريخية، ويدفعها المصالح المشتركة. إن العلاقات تتمتع بتغطية سياسية، تغطية الآراء السياسية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعلى المستوى الثنائي الاقتصادي ومستوى التجارة والاقتصاد الثنائي، فإن مصر ورومانيا وقعوا عددا من وقع اتفاق المجلس إنشاء المجلس الأعمال الروماني المصري في مارس 2001، وذلك بدأ إطار جديد من العلاقات التجارية والاستثمارات. والسيدات والسادة، من الجديد بالذكر أن أوضح أهمية الاستثمارات الرومانية في مصر، وأن الاستثمارات الرومانية في مصر وصلت إلى 104 مليون دولار أمريكي بحلول أبريل 22، وأن عدد الشركات الرومانية بلغت في مصر 101 شركة تغطي قطاعات عديدة مثل السياحة والمالية والصناعة والخدمات. وفي هذا الصدد أود أن أدعوكم لاستكشاف الاستثمارات وفرص الاستثمارات الحالية في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والصناعة. وإنه يسعدني أن أذكر أيضا أن أرقام التجارة الأخيرة بين مصر بلغت حجما من التجارة يصل إلى 1.1 مليون دولار. السيدات والسادة، اليوم في نتقابل في مصر بعد أن قامت مصر بتنظيم حدثين هامين، وفي نفس الوقت فإن الحكومة المصرية تهتم بتطبيق استراتيجية لاستثمار في عدة فرص وتوفير
الحوافز والضمانات. وقد قامت مصر باستضافة مؤتمر الكوب 27 ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للحد من التغير المناخ، وذلك يتضمن المساهمة الكبيرة من القطاع الخاص وأطراف الأخرى والمشاركة في ذلك. وبذلك فإن مصر تنظر في استكشاف الآفاق الجديدة للمشروعات الخضراء، ومن خلال دفع وتشجيع مزيد من الأفكار الابتكارية لضمان استدامة مواردنا. وأود أن أوضح أننا نعتقد أن الشركات الرومانية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا نحو تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المشترك. وأيضا دعوني أشارككم بعض الأهداف والمستهدفات التي وضعتها مصر خلال الشهور القادمة والسنوات القادمة. فنحن بالفعل قمنا بإصدار استراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030 وإزالة الكربون من قطاعات مثل الغاز والبترول والاستدامة المائية، وهي كلها أولويات بالنسبة لمصر. إننا نواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة سيدة والسادة، ولكن مع ذلك فإننا يجب أن نواجه هذه التحديات من خلال بذل كل الجهود الضرورية للتغلب على هذه العقبات من أجل النمو والتي تتوق النمو. وأنا أنهي كلمتي، فإنني أود أن أؤكد على الدعم الكامل الذي ستحظون به من مجلس الوزراء، وأنا على ثقة أننا سنقوم بعقد مناقشات مثمرة. وأشكركم جزيلاً. Thanks, Your Excellency. شكراً معليك. Now, ladies and gentlemen, allow me to invite His Excellency Mr. Nicolae Nelciuca, Prime Minister of the Republic of Romania, to deliver his speech. رئيس وزراء جمهورية رومانيا لإلقاء كلمته. Your Excellency, معالي السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السادة الوزراء والضيوف الكرام والسيدات والسادة، إنه لشرف عظيم لي أن أوجه كلمتي هنا في Romanian Egyptian هذا المنتدى الأعمال المصري الروماني، وإنها لحظات نادرة في تاريخ بلدينا عندما كانت العلاقات ديناميكية وواعدة مثل الآن. وهذه اللحظات يمكن أن نراها من الجانب السياسي ومن المنظور السياسي والاقتصادي، فإن رومانيا قامت بدعم اقتصادها والذي نما 8 أضعاف منذ 2020. وبالرغم من التحديات التي نواجهها، فإن الاستثمارات الضخمة الحكومية التي بلغت 3 مليار يورو العام الماضي قد ولدت أعلى مستوى من النمو في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 11 مليار دولار من التمويلات الأوروبية قامت بتعزيز البنية التحتية وتنمية البنية التحتية وفتح فرص عمل جديدة. إن أساس تنميتنا هو موجود بالفعل، ونحن على استعداد أن ننضم
إلى شركائنا وأن نشارك هذه الفوائد والمنافع الاقتصادية. وأقول لكم الآن أنه حان الوقت أن نحاول هذه الفرص وهذا التعاون الاقتصادي وأن نقوم بنقله من شخص إلى شخص. ووجودي في هذا المنتدى يصاحبني فيه عدد كبير من الشركات ويوضح هذه الرغبة. والحقيقة في أن هذه الشركات تعمل في مختلف القطاعات الطاقة والغاز والبترول وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعتبر كلها تأكيد و تأكيد آخر على هذا التعاون المثمر. والحكومة تقوم بالمشاركة في أربعة مجالات وندعوكم إلى المساهمة فيها. وأولا الرقمنة للخدمات القطاع العام وتحسين المهارات القطاع الخاص والتحول الرقمي في القطاع الخاص والتأكيد على وجود شبكة سريعة للإنترنت. وأيضا فهناك مجالات عديدة للتعاون والنمو الاقتصادي في المجالات الرئيسية الأخرى مثل التجارة والصناعة، وخصوصا التي تتعلق بالدفاع والزراعة والموارد المعدنية والبنية التحتية والإدارة والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المبتكرة. إن عرضنا هذا يضاعفه عدد الأرقام الواعدة، وفقد تعدينا المليار دولار في التجارة الثنائية. وأنا أؤكد اليوم أن مصر هي تعتبر أول مقصد للتجارة الرومانية في كل أفريقيا، وهذا يعد بمزيد من التعاون في جدول أعمالنا. ونود أن نوسع هذا التعاون على سبيل المثال في المحاور النقل بين رومانيا وميناء الإسكندرية. وأيضا يمكن أن نتعاون في بحث الأسواق الأخرى في المنطقة الإفريقية وفي القارة الإفريقية وفي الإقليم، لأن لا أحد يعرف أفضل من المصريين منكم أنتم المصريين في صياغة القواعد التجارية. فلماذا لا نستفيد أكثر من موقعنا السياسي الجغرافي الفريد لفتح مجالات جديدة لشركتنا في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا وأيضا في كل الدول القريبة لمصر؟ وأن الرد على هذا السؤال يحدد الأفعال التي سنقوم بعملها ويحدد إرادتنا. وهذا يمثل أمرا هاما بالنسبة للاستثمار في رومانيا. والحقيقة في أنه في القريب العاجل سوف نكون جزءا من منظمة التجارة والصناعة الأوروبية، وهذا سيساعد على إتاحة الفرصة لنظامنا الإداري وأيضا كل نظامنا التجاري أن يتفاعل مع كل دول العالم. حتى اليوم قمنا بدمج تجارتنا في مجالات عديدة، وذلك من خلال الشفافية وتقليل البيروقراطية. وأود أن أتمنى تحت كل هذه الظروف أن نحول رؤيتنا إلى حقائق اقتصادية
والتي تنعكس بالرفاهة وعلى المجتمع ككل. وأنا أعتمد عليكم وأثق أننا سنقوم بتوفير الإطار الشامل للتعاون. أود أن أشكر معالي السيد رئيس الوزراء لأخذ هذه الفرصة من وقته لاستقبالنا ولكي نقوم بالمناقشة المثمرة معا، ونثق في ذلك على ونعتمد على تاريخنا الطويل، وأن نستفيد من كل هذه الفرص ونرى كيف يمكن أن نحصل على مزيد من المنافع بالإمكانيات المتاحة، ونرى كيف يمكن أن نحسن ونعزز من علاقاتنا الثنائية. السيد معالي رئيس الوزراء والسادة السيدات والسادة، شكرا لاستماعكم. نشكركم أصحاب المعالي السيدات والسادة، والآن نبدأ في حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا. الأولى المذكرة التفاهم الأولى في مجال الغاز الطبيعي بين شركة ترانسغاز والشركة المصرية الوطنية للغاز إيجاز. ولهذا الغرض أود أن أدعو السيد يون ستيريان مدير عام شركة ترانسغاز والسيد مجدي جلال عضو مجلس التنفيذي لشركة إيجاز. الضيوف الكرام، اسمحوا لي أن أدعو أن السيد معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد نيكولاي يونلتشوكا رئيس وزراء رومانيا ليشهدوا على توقيع مذكرات التفاهم الثلاثة. Thank you. شكراً. The second MOU is in the field of youth التفاهم الثانية في مجال الشباب بين وزارة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة المصرية. أود أن أدعو السيد رايان كريستا وزير خارجية الرومانية، والسيد اللواء عبد الرحمن حماد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمصر.
Thank you. شكراً. The third MOU المذكرة التفاهم الثالثة في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي بين وزارة البحوث والابتكارات والرقمنة الرومانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات المصرية. وأود أن أدعو السيد تيودور برايس كارو وكيل وزارة البحوث والابتكارات والرقمنة الرومانية والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم تمويل والابتكارات في مصر. Thank you. شكرا لكم. Thank you, Excellency. شكرا معالي السادة رؤساء الوزراء السيد تشوكا ومعالي السيد الدكتور. Ladies and gentlemen, السيدة والسيدة, on behalf of the General Authority for Investment and Free Zones, I would like to express our deep appreciation and gratitude for His Excellency Mr. Nicolae Ionel Ciuca, Prime Minister of Romania, and His Excellency Dr. Mustafa Medbouli, Prime Minister of Egypt, for your attendance in this important event between Egypt and Romania. Thank you all for your support. Wishing you all success. الكرام لمشاركتكم المثمرة ونتمنى لكم كل نجاح ونتطلع للتعاون المثمر القادم ومزيد من التعاون في المنتديات الأعمال القادمة. وأخيرا وليس آخرا أود أن أعلن أن المقابلة الشخصية بين رجال الأعمال من البلدين ستبدأ الساعة 6:30 تماما في نفس. كنا مشاهدينا مع نتابع مع حضراتكم منتدى الأعمال المصري الروماني برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وناظريه الروماني. وكان الدكتور مصطفى مدبولي تحدث في بداية الملتقى عن إمكانات الاستثمار في مصر وعن آفاق الاستثمار ما بين مصر ورومانيا، وأن هناك 101 شركة رومانية تعمل في مصر، وأن هناك عدد كبير من المجالات التي يرغب الجانبان في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، منها مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة. كما ألقى مدبولي كلمة أكد خلالها استعداد مصر لاستقبال الاستثمارات الرومانية في مصر، فيما أشاد رئيس وزراء رومانيا بالمناخ الاستثماري في مصر، ثم تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.